مع توقف مصرف لبنان عن دعم السكر والخميرة وارتفاع سعر ربطة الخبز 825 جرام إلى 10,000 ليرة، أعلنت نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان أن مخزون القمح يكفي لحوالي الشهر، فهل تتوقف الأفران عن إنتاج الخبز؟ خليت 2000 بتمعش وعشرة عن جن طعم العيل عندنا، إنه معاش ما عم كفينا، جفت حلو عن ظهرنا، عاد جوعوا الناس، عم يطعموا ولادهم وهن عم بيفطروا، خلصونا عاد. هلا نينت الغاز قبل ساعة، بعد ساعة غليت 40,000، بعد ما عبي غاز وجاي، ما معقول وضع. شو بدي احكي، منين بدي بلش، وين بلش، بس وين بدي انتهي ما بعرف. الله يساعد العالم وعلى هالحالة هذا، وان شاء الله بيصر حل، يعني ان شاء الله. شو بده فيش حل، وشو بدك احكي، 60 ساعة ما بخلص من آثام ومصيبة هذا هالنظام اللي حاكمنا. يروحوا يضبوا ميليشياتهم، بيسرقوا ليطعموا ميليشياتهم، عم يسترجوا مساعدات الخارج ليطعموا ميليشياتهم، باقي الناس شو؟ هالبلد بدها حرق باللي فيها، الكبار لازم يحطوهم البحر. أنا من زمان ناطرة بس لأحكي كلمة، لأنه العالم وقت اللي بيعملوا مظاهرات أو بقوصون بعينيهم أو بدينيهم أو بجريهم، خلص انتم حسين، لازم تجي دولة أجنبية تقيمهم وتقشهم من هالبلد كله، لتضل العالم قاعدة فيه. ما في كنترول ولا في حدا سائل، في رب العالمين بيشفى إن شاء الله علينا وعلى الجميع. ده كانت الأيام السابقة أحلى، كانت الأيام كلها خير وبركة، بس ماني قطعوا كل شيء من لبنان، كل شيء عم بتاجروا فينا، الكبار بيسرقوا والصغار بيسرقوا بعضهم من الآخر، بس بلد خربانة كلها مافيات. هتنتخب السنة؟ عصابات، لا مش رح انتخب، إذا بدي حط ورقة بدي بهدلهم فيها، بس مش أكتر، روحوا يولوا كلهم سوا. أسعار السلع الغذائية إلى ارتفاع، ورغيف الخبز انضم لأزمات لبنان نتيجة الحرب على أوكرانيا، فيما يطمئن وزير الاقتصاد أمين سلام المواطن من أن كميات القمح كافية، محلات وأفران عديدة في لبنان تشكو من عدم وصول الطحين لها وتوقف البعض عن بيع منتجاته.